عدنان رمال، أستاذ باحث بجامعة محمد بن عبد الله بفاس كلية العلوم، حاصل على جائزة المبتكر الإفريقي لسنة 2015 وحاصل على جائزة المبتكر الأوروبي في سنة 2017، وحصل لي الشرف مؤخرا بالحصول على وسام من طرف جلالة الملك في عيد العرش 2017. هذا التكريم وهذا التتويجات هي حصيلة ديال البحث ديال 30 سنة في مجال ديال محاربة البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية، وهذا من أجل الوصول لهذا المحاربة ديال هذه الظاهرة فاضطريت أنني نشتغل مع الأطباء في الطب البشري وكذلك مع البياطرة في الطب الحيواني وكذلك مع الناس ديال الفلاحة في مجال أمراض النباتات، والهدف دائما هو أننا نعوض المواد الكيماوية المبيدات الحشرية أو الانتيبيوتيك لكي تعطوا الحيوان أو النبات، نعوضهم مواد طبيعية لكي تعطي نفس النتيجة بلا ما تشكل خطر على صحة الإنسان ولا على البيئة. في المدينة القديمة ديال فاس، تلميذ تنقرا في الابتدائي تنقرا في الثانوي، وكان عندنا أساتذة مغاربة وأساتذة فرنسيين اللي زعما لازم تنذكرهم واحد بواحد، وكل واحد فيهم كان أستاذ وتحس بالرسالة الأستاذ، وكانوا كيديروا واحد المجهود ماشي مع أحسن واحد في القسم، كانوا كيديروا مجهود باش آخر واحد في القسم يفهم. وكان واحد الأستاذ الله يرحمه سميتو سي طيب الوزاني، كان تيقول لنا وعفتي وليداتي دابا نتوما فهمتي، وخليني واحد ثلاثة ولا أربعة راهم غادي نتوما سكتوا خليوني نمشي. وكيمشي وكيقبض هذوك ثلاثة ولا أربعة ديال التلاميذ اللي حسبيهم ما فهموش وتيبقاهم حتى كيفهم كلشي. فأنا بالنسبة ليا هذه هي المدرسة اللي خصنا، وهذو هما الأساتذة اللي خصنا، أساتذة اللي خصهم يعرفوا بأن الأستاذ هو يعني عنده واحد المكانة كبيرة في المجتمع، وبأنه الرسالة ديالو كبيرة. خديت الدكتوراه ديالي في فرنسا عام 1987، دخلت المغرب ومشيت عند بعض الاطباء اللي صحابي واللي من العائله واللي قراو معايا ملي كنت صغير وداكشي، ورجعوا اطباء وقلت لهم فوالا انا جيت من الخارج ودخلت الجامعه وعوان ان شاء الله نبدا ندير البحث العلمي في التخصص ديالي الاصلي اللي هو تخصص ديال امراض القلب والشرايين وارتفاع الضغط الدموي داكشي. فتفاجات منين قالوا لي ولكن احنا راه ما عندناش مشكل في هذا ارتفاع الضغط الدموي، راه بالنسبه لينا في المغرب مرض معلوم مرض مهم، ولكن المشكل فيه ماشي عدم وجود الدواء، المشكل فيه ان الناس اللي عندهم ارتفاع الضغط الدموي ما كيكونوش عارفين. اذا الا جا لعند الطبيب وعرفوا عنده المرض كيعطيه دواء كينفعوا، الا ما نفعوش داك الدواء عنده باش يبدلو. ولكن قالوا لي خصوصا اللي هما جراحين منهم قالوا لي راه المشكل اللي عندنا اليوم في الطب وكبير هو مشكل ديال المضادات الحيوية. أول حاجة كانت تخدم على البكتيريا والفطريات، أول مرة خدم على الفيروسات في قسم أمراض الدواجن، وشرق بأن كان واحد مفعول ديال الزيوت العطرية على واحد الفيروس معروف عن الطيور وخاص بالطيور مالي نيوكاسل، واللي هو من العائلة الكبيرة ديال الفيروس أفيير، وبأنه عنده تأثير وتقدر يدمره. واش هذا كان اكتشاف. الحاجه الثانيه باش نشوف السياق، ومن بعد ما كيتصنت بزاف كاين واحد الطفيليات جرثوميه زعما مجهريه، الطفيليات هي مجهريه سميتها كوكسيديا وكتسبب مشاكل كبيره في قطاع الدواجن. هو الاول اللي عرف بان الزيوت العطريه عندها تاثير وكتاثر حتى البويضات ديالها. المنتوج ديالنا 100% منتوجات طبيعيه اللي كنديروا فيه،
يعني كنديروا فيه زيوت عطريه ديال الزعتر ديال الزعتره ديال العود النوار، هذا يعني مواد طبيعيه اللي عندها فعاليه ضد الميكروبات. وهي علاش هذه المواد طبيعيه وعندها فعاليه ضد الميكروبات؟ لان هي جايه من واحد النباتات، داك النباتات كتصنع هاد المواد اللي كنسموهم حنايا لي زويل اسونسييل، الزيوت العطريه. علاش كتصنعهم؟ كتصنعهم باش تدافع على راسها من الميكروبات. اذا حنا ما درناش شي حاجه زعما غريبه، حنا خدينا واحد السلاح اللي كتستعمل كيستعملوه النباتات باش يدافعوا على راسهم ضد الميكروبات، وقبطنا هذاك السلاح باش الحيوان باش النبات كيحارب الميكروب، وكنعطيوه للحيوان باش كيحارب الميكروب. بالنسبه للكاليبر واش خصنا ديك الغرابل اللي كري خصنا ضروري خصنا شي واحد اللي يجي باش يعوض لنا داك الانستالاسيون ان بون الكتريسيان. انت غيمان حتى هو يبقى يدوز داك لامير في لا ميلونجوز الكبيره، غير هو ما نحتاجوش لو كاليبرور. اوكي، الثقه اللي وضع فيها استاذ رمال والمسؤوليه اللي حملني هي مسؤوليه كبيره، لانها تسير معمل اللي الله بدا واللي منتوجات يلاه جديده في السوق المغربيه، راه ماشي شي حاجه سهله، واني كنتمنى اني ان شاء الله نكون قد المسؤوليه. وبالنسبه ليا الاشتغال مع استاذ رمال واحد الشرف كبير، وبالنسبه ليا استاذ رمال هو واحد الموسوعه اللي كل نهار كنتعلموا منه حاجه جديده. نزلنا براءة الاختراع قبلت، مشيت عند شركة مغربية عجبتها الفكرة، تبناو المشروع، لأن حنا أنا كأستاذ زعما باحث ما يمكن ليش نتعدى واحد الحدود اللي ما يمكن لي يديروها إلا الشركة صناعة الأدوية. فمن بعد خداو وحنا بدينا وهما كملوا، ودارت أبحاث سريرية، حيت الأبحاث السريرية تخصها فلوس بزاف، تخصها بجودات بزاف، وهادشي كله يعني سواء براءة الاختراع حتى هي كتكلف مال كثير. وقريبا ان شاء الله غادي يخرج الدواء للمغرب، وغادي يكون اول دواء ديال الطب البشري البحث ديالو التصنيع ديالو تم في المغرب. سير رمال تبارك الله عليه باحث، هو ملي تايق بزاف في البرودوي ديالو، وعشر سنين هو خدم فيه، وجا عندنا في 2011 دق علينا، ما كناش كنعرفوه، جابوا لنا شي واحد كيعرفنا جميع، وجا وقدم وكان صريح، قال بان 10 سنين هو خدام في هذا لو بروجي ديال لونتيبيوثيرابي افيك لي زويل اسونسييل، وان بانه هو حاول يقدم الابحاث ديالو في بزاف ديال لي لابوغاتوار، ومالوغوزمون حتى واحد ما تبعو. حنا بيان سور مشرفنا ومشرف المغرب، حنا كنحاولوا نساندوه باش يدير، حيت الاختراع ديالو راه يمكن له يتابليكا بزاف ديال لي دومين، لونتيبيوثيرابي يمكن له يتابليكا على لي برودوي ديال الكونسير، كل تابليكا على، حيت سي ان كونسيبت، c'est un concept. وحنا اللي خدمنا هو سي لا بروف دو كونسيبت، بغينا الدراسه ديالنا كنوريو بان الكونسيبت ديالو خدام في مجالات كثيره. ici au labo de biotechnologie on est très content d'avoir monsieur Adnan Rmal comme professeur parce que ça nous permet d'être motivés لان حنايا في البدايه. Et voir un professeur recevoir autant de prix nationaux qu'internationaux, c'est motivant. On se dit qu'avec nos moyens, le rendre fier et donc devenir, pourquoi pas, comme lui. Et donc ça crée un niveau de travail et une certaine motivation qui n'a pas d'égal. Je pense que notre laboratoire peut être et va devenir, Inch'Allah, un des meilleurs grâce à lui parce qu'il nous montre le chemin. Et voilà, ça c'est un plaisir de travailler avec une équipe aussi motivante et aussi passionnante. Il y a des consultants qui sont venus, qui sont venus gratuitement, on va juste les héberger. On va juste les héberger. Trois semaines, trois consultants. Ils sont venus le projet d'Yenna. Nous aider, nous accompagner à justement à rédiger le projet, à faire le business model, à faire le business plan, à faire l'étude de marché. Mais l'objectif, c'est que dès la première année, on va sélectionner 25 étudiants. Ou l'objectif, c'est que la cinquième année, nous avons des promotions de 100 lauréats chaque année. Le بحث العلمي اللي قام به الأستاذ عدنان كان نموذج.
نموذج اللي يمكن المغاربه الباحث المغربي يتبعوه، لانه بحث علمي تطبيقي. علاش؟ لانه كنقول احنا على حسب على حسب الامكانيات ديالنا في المغرب ميمكنناش ننافسوا المختبرات الكبرى العالميه في امريكا في اوروبا في البحث العلمي الاساسي، ولكن يمكننا ننافسهم في البحث العلمي التطبيقي، وخصوصا ملي كيكون الماده الخام ديال البحث العلمي التطبيقي تكون ماده اصلها وطني. The winner of the 2017 Professor Adnan Hemal. جائزة ديال المبتكر الأوروبي ماشي أنا اللي شاركت فيها، وإنما المكتب الوطني ديال الملكية الفكرية اللي هو لومبيك الموديل ديالو اتصل بيا وقال لي فوالا راه كاين جائزة ديال المخترع الأوروبي، وعندهم واحد لا كاتيجوري ديال الدول غير الأوروبية، وحنا المغرب غادي نشاركوا بالاختراع ديالك. على كل حال هي جائزه ماشي لعندنا نرمال، هي جائزه للمغرب اللي غادي يفوز بالجائزه. قلت بما ان المغرب نومين خصو يربح. الفكره كتخلق عندنا حنا، كتخلق من شي واحد اللي هو من اهل واحد الاختصاص الفلاحه ولا الصناعه، اللي كيطلب منا شي حاجه تعبر على واحد المشكل عنده، تيقول لك واش نتوما كباحثين يمكن لكم تلقاو لنا الحل. داك الساعه حنا تنقولوا له ايه، او بعض الاحيان تيكون العكس. بعض الاحيان تتقرا شي حاجه في الجريده، مثلا واحد النهار قرينا في الجريده بان المغرب عنده مشكل في التصدير ديال الحوامض، وكتوصل الحوامض لروسيا وفيها شويه الخماز وما كيخلصوناش مزيان اكسيتيرا. فمشينا حنا، انا مشيت عند الناس اللي كينتجوا الحوامض وقلت لهم راه يمكن نجبروا لكم الحل الا عاونتيونا. وهذاك السيد اللي هضرت معاه رجل عجيب قال لي ماشي نعاونوك نبوسوا لك راسك، اذا خص غير اللي يكون شويه ديال هذا. وايفيكتيفون تعاوننا مع الناس مع القطاع كامل، وبفضل اننا خدمنا عندهم في المعامل ديالهم في الضيعات ديالهم هذا، توصلنا الحمد لله لواحد المنتوج اللي كيعطي نتائج هائله، واللي اليوم نصيفطوا به الليمون ديالنا يوصل لاي بلاصه في العالم بلا حتى شي مشكل. شحال في عمرهم هاد لي بلون؟ هادو زون تيتي بلونتي اون سيمين 19. On est semaine 36, donc 17 semaines d'âge, je dirais. 17 semaines. Mm-hmm. Pour vous, en tant que professionnel, la croissance, elle est bien, moyenne? C'est une croissance bien, dans la mesure où là, son cycle il est normal, et qu'on voit qu'il n'y a pas de mortalité de plants. Même si on voit toutes les banquettes, on voit qu'il n'y a pas de plants morts. Ça veut dire qu'on a pu maîtriser le problème du champignon qui attaque les racines. التكلفة ديال في هذا الميدان هذا جد عالية، والسوق الخارجي اللي كنصدروا ليها كتطلب لينا واحد تنقولوا لي كريتير دو فونت يكونوا نورماليزي ستاندار بالنسبة للسوق الخارجية. لهذا حنا كان من واحد الناحية كنجتهدوا، والبحث العلمي كيعاوننا باش تكون عندنا جودة عالية اللي يمكن ندخلوا بها السوق، ويمكن تعطينا واحد ليماج de la belle ديال la fleur marocaine. من بعد 24 ساعة من بعد ما حصلت على الجائزة رجعت للمغرب، وكانت زعما مفاجأة كبيرة أنه تنشوف في التلفزيون وكنشوف واحد داك لا بوند اللي دايزة مكتوب فيها صاحب الجلالة يبعث برسالة تهنئة للباحث عندنا نرمال. سيتي زعما على كل حال واحد احساس خاص. فاش استقبلني جلالة الملك وعطاني الوسام خصني ندير نتائج احسن منها باش نكون في المستوى ديال داك الثقه، في المستوى ديال داك. فهي تشريف كبير، ولكن في نفس الوقت راها مسؤوليه، وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى باش يوفقني باش ننجح في هذه المسؤوليه.
أنني نعطي للشباب اللي كيقرا اليوم في الابتدائي والإعدادي والثانوي والجامعي، مثل أنا بالنسبة لهم ذاك المثال الذي يحتذى به باش إن شاء الله هما يكونوا أبطال ويكونوا باحثين كبار ويأمنوا براسهم. وإلا وصلنا لهذه صديق من دابا 10 سنين من دابا 15 عام إلا شفت باحثين صغار ناجحين يمكن لي نقول أنا بطل ذاك الساعات.